السلام عليكم. البرلمان التركي يصادق بالأغلبية على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى دعمنا بلايك. صادق البرلمان التركي في جلسة استثنائية الخميس على مذكرة الرئاسية بالتفويض على إرسال قوات إلى ليبيا، ووافق البرلمان التركي بأغلبية 325 صوتا فيما رفض 185 صوتا نائب مذكرة التفويض. وديلت المذكرة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأتي بموجب طلب من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وبعد أن وقع الجانبين مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية وأخرى لترسيم الحدود البحرية قبل نحو شهر. وصباح الخميس أعلن حزب السعادة المعارض عزمه على التصويت لصالح الخطوة، فيما أعلن حزب الجيد 39 مقعدا عزمه الرفض. وكان الشعب الجمهوري 140 مقعدا. أهم أحزاب المعارضة قد أعلن الاثنين أنه ينظر بسلبية للمذكرة، وذلك عقب استقبال زعيمه كمال خيلجال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، الذي كان في جولة إطلاع للأحزاب على تفاصيل الخطوة. والأربعاء، شدد فؤاد أوقاطي نائب رئيس التركي على أن الهدف من تحركات بلاده في ليبيا وقبرص يكمن في إحباط المكائد التي تستهدفها، وقال كذلك: أخاطب من يتساءلون ما شأنكم في ليبيا وقبرص، نحن هنا لإحباط المكائد التي تستهدفنا. وشدد على أن الاتفاق التركي الليبي يصب في مصالح المنطقة أيضا، وهو مشروع سلام. وأوضح أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسير لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدرة اللازمة. وأشار إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء بدءا من المساعدة الإنسانية وحتى الدعم العسكري، وقال: نأمل أن يؤدي ذلك دورا رادعا وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح. وأكد أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحباط المشاريع الموجهة ضدها، حتى وإن كانت هناك مخاطر، معربا عن أمله في حصول المذكرة على موافقة البرلمان. وبشأن دعم المجتمع الدولي للمذكرة، قال أوقطاري: إن بلاده تواصل جهودها في تبادل وجهات النظر بخصوص ليبيا في كل مناسبة مع أعلى المستويات من الزعماء كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بروس جونسون. وفي الأخير، إذا أعجبك الخبر لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.